السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من تواصل دوت كوم. نعرض لحضراتكم أبرز ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي. قبل الدخول في التفاصيل نود التنويه أن تردد قناة الرافدين الجديد هو 10727 على مدار القمر نايل سات. يرجى من حضراتكم مشاهدينا الكرام ضبط أجهزتكم والانتقال إلى التردد الجديد لمتابعتنا في كل جديدنا. نبدأ من المقاطع المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث قامت الميليشيات والقوات الحكومية بملاحقة المتظاهرين في شوارع محافظة البصرة في سبيل قمعهم واعتقالهم بحسب ناشطين وشهود عيان في محافظة البصرة. دعونا نشاهد. لحقات المتظاهرين في البصرة تزقوا الشوارع في 20/4/12. هاي كالعادة يقمعونا بدون سبب. نبقى في هذا الإطار، حيث اختبأ متظاهرون من بغداد في بيوت قريبة من ساحة التحرير بعد ملاحقتهم من قبل ميليشيات مقتدى الصدر والقوات الحكومية، وذلك في محاولة لقمعهم. دعونا نشاهد. شغب الطبان دخلين شباب مدينة الصدر. هواي هسه في التاكسي. شباب عمو يلا هاي مالتي هذي تاكسي يا لا خوي. سدينا شباب سرايا السلام وقوات حفظ القانون خسران. دخلنا قلبي قام وجعني. وطبعا في ظل استمرار مسلسل الاعتقالات، تداول ناشطون وسم الاعتقالات باطل بعد حملات الاعتقال والملاحقة للمتظاهرين في بغداد وعدد من المحافظات من قبل القوات الحكومية والميليشيات لمنعهم من حقهم في التظاهر ومحاولات لإفراغ ساحات الاعتصام من المتظاهرين. دعونا نقرأ لحضراتكم جزءا من هذه التغريدات التي وردت على تويتر. في أول تغريدة لدينا رافد يقول: خرجوا لنصرة الحق فاعتقالهم الباطل، هكذا يرى رافد الجبوري. في تغريدة من فاطمة تقول: لماذا الاعتقال؟ هل لأنهم قالوا كلمة حق بوجه سلطان جائر؟ تتساءل فاطمة. مسلم العبودي يقول: حكومة الإعلام الزائف، أبناء العراق في أزقة الشوارع مطاردين من قبل أحزابكم السياسية، ألا تعلمون؟ هذه رسالة أو سؤال يوجه إلى الإعلام الحكومي وإعلام الأحزاب. علي البديري يقول: سقطت الشرعية بالحكومة وشخصياتها المزيفة، وبات حلم الحرية للعراقيين والشباب العراقي قريب، الاعتقالات باطل. كانت هذه جزءا من التغريدات التي وردت حول هذا الوسم. ننتقل إلى موضوع آخر، حيث طالب معتصمون خريجون في منطقة العلاوي في العاصمة بغداد بشمولهم بموازنة 2021 وتعيينهم في وزارات الدولة. فلنشاهد. مضت علينا أشهر من الاعتصام والمسير في شوارع بغداد متحملين شتى أنواع الظروف والصعوبات التي مر بها البلد من أجل نيل حق التعيين. ما نراه اليوم هو وجه آخر للحكومات السابقة يتصف بتجاهل تام لكفاءات البلد من كافة الاختصاصات. اليوم نوجه رسالتنا إلى من ذكر أعلاه بضرورة تضمين موازنة 2021 على فقر ضامن الحقوق المعتصمين رافضين تسويف سنين السهر والدراسة. كانت رسالتنا بالأمس باعتصام لعدة أشهر، وستكون غدا كلمتنا باتحاد كافة معتصمي وخريجي بغداد
في كلمة واحدة ومطلب واحد على عدم تمرير الموازنة إلا وقد أنصفت حقوقنا. بعد هذا المقطع اعتدت القوات الحكومية على معتصمي منطقة العلاوي الخريجين في بغداد بعد المطالبة بشمولهم في موازنة 2021. فلنشاهد. اعتداء قوات الشغب على معتصمي الإعلام. طبعا في ظل هذه الاعتداءات والانتهاكات وفي ظل مطالبة الخريجين بحقهم في الموازنة، تداول ناشطون على موقع تويتر وسم حمل عنوان معتصمي العلاوي الموازنة حقه، هذا أو حقهم. هذا وسم أطلقه معتصمو منطقة العلاوي وسط بغداد من خريجي مختلف التخصصات للمطالبة بشمولهم بموازنة 2021 وتعيينهم على ملكات الدولة ووزاراتها. دعونا نقرأ لحضراتكم جزءا من هذه التغريدات التي وردت حول هذا الوسم. سامي يقول: لسنا نطالب بل نصارع الموت لأجل الهدف. في تغريدة أخرى ريام تقول: لن ننكسر لن ننهزم، بالقوة والإصرار سننتصر. في تغريدة من أحمد يقول: رغم القمع والتعدي نحن سنصرخ التعيين حقنا. وفي آخر التغريدات لدينا في هذا الموضوع هبة تقول: لا تراهنوا على صبرنا، لن نحيد عن قضيتنا مهما استخدمت من طرق مختلفة، أما الموت أو استرجاع الحقوق هل سيفعلها السيد رئيس الوزراء أم يكمل مسيرة من سبقوه بتهميش الخريجين؟ تتساءل هبة. بعد 7 أشهر من حكومة مصطفى الكاظمي، ما الذي حققه؟ في مقطع آخر: بعد الأمطار التي ضربت عددا من مناطق العراق، دعونا نشاهد في بلد يمتلك أو امتلك خزائن ملياريه ومليارات الدولارات نتيجة بيع النفط، كيف يذهب طلبة وطالبات العراق إلى مدارسهم؟ دعونا نشاهد. ساسة العراق الكوني، ان الله يطيح حظكم وحظ حتى حسابكم، لكن ذول الطلاب وين رايحين؟ دوره عسكريه لو رايحين للمدرسه؟ ما تستحون هسه من تشوفونهم؟ ما تخجلون؟ حسبي الله ونعم الوكيل عليكم، الله ينتقم منكم ان شاء الله، الله ينتقم منكم من حسابكم. هذا المشهد في عام 2020 ونحن ننتهي منه. في هذا الموضوع حسينيه في قضاء سيد دخيل بالناصريه تتحول الى مدرسه بعد غرق المدرسة في المنطقة بسبب الأمطار التي هطلت يوم أمس. دعونا نشاهد. ولا يزال شباب العراق يتمنى بناء بلده بيده ولا يستطيع. دعونا نتابع التعليقات التي وردت حول هذه المقاطع على فيسبوك تحديدا. في أول تعليق لدينا من تحرير هشام أو هاشم تقول: الله ينتقم من كل شخص كان السبب بدمار العراق ووصوله لهذا الحال. في تعليق من كرار البصراوي يقول: الله ينتقم من كل الأحزاب ولا واحد شريف لا يستثني أحدا.
علي يقول كل بوغ بوغ، ماكو واحد طب بالسياسة شريف. هكذا يرى علي أن كل من في العملية السياسية ليسوا شرفاء. مسلم يقول أو مسلم الله أكبر عليكم، دمروا البلد، الله لا يوفقكم. كانت هذه جزءا من التعليقات التي وردت حول هذا الموضوع. ننتقل إلى موضوع آخر، حيث وصفت ناشطة عراقية حال نازحي المخيمات في كردستان العراق ومعاناتهم مع برد الشتاء وحر الصيف. دعونا نستمع. بهذه المخيمات انولدوا أطفال وصار عمرهم 6 سنوات، تحملوا البرد والمطر والأمراض ورسموا أحلامهم بكراس اسم الخيبة والخذلان. نازحين خلصت كل ذخيرتهم من الصبر والتحمل، وما بقى عندهم غير حلم العودة لمناطقهم. كم رئيس وزراء زار الإقليم؟ منو شافهم؟ منو سمع شكواهم؟ منو عرف شي يريدون؟ كم مسؤول عايش هنانا؟ وينهم؟ جرب مرة تعيش بخيمة لمدة 6 ساعات تخترقها الرياح وبدرجة حرارة 3 تحت الصفر، حتى تحس بمعاناة النازحين اللي حولتهم الطبقة السياسية إلى أرقام في سوق البورصة يتكسبون بيهم بوقت الانتخابات، ومن تخلص الانتخابات يصيرون في عداد الموتى يحاولون يشترون رضاهم بكيس بوتيته وكيلو وين عدس، وناسين قضيتهم الأساسية اللي هي حق العودة لمنازلهم. المادة 33 من الدستور العراقي اللي انتو كتبتوا بإيديكم تقول لكل فرد حق العيش في بيئة سليمة. شقد بعد لازم نخسر شباب وتضيع أجيال وتتهدم بيوت حتى تحسون على ذنبكم؟ والله عيب يا من تمثلون الشعب، تأخذون بدل إيجار 3 ملايين وشعبكم عايش بالخير. وردت تعليقات حول هذا المقطع في فيسبوك، دعونا نقرأ لحضراتكم جزءا من ما ورد في فيسبوك حول هذا المقطع. طبعا لدينا تعليق من صباح عوني يقول شو وقت راح تصحون؟ حكومتنا إيرانية وإحنا تحت الاحتلال الإيراني بعلم أمريكا، وهي حرب إبادة. تعليق من غازي يقول لما نتنادي أو لمن تنادي؟ لا حياة لمن تنادي، لا يوجد سياسي في البلد، هم عبارة عن لصوص وقتل مأجورين. أحمد عباس يقول مجردين من كل القيم والمبادئ والشرف والضمير والدين اللي موجودين داخل العملية السياسية. وفي آخر التعليقات لدينا جواد يقول كلام صحيح، لكن لا حياة لمن تنادي، مؤامرة كبيرة وثأر قديم من جار حاقد، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. استشهد بآية قرآنية. مشاهدينا الكرام، كان هذا ما لدينا في فقرتنا الأولى من المقاطع المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي. نراكم بعد قليل. في فقرة أنت ترى، وردنا عبر خدمة أنت ترى التي تقدمها قناة الرافدين للمشاهدين الكرام مقطع لمظاهرة قام بها مواطنون في محافظة بابل تأييدا لساحة الحبوبي في مدينة الناصرية وللمطالبة بحقن دماء المتظاهرين، مؤكدين أن تظاهراتهم سلمية وتطالب بمحاسبة الفاسدين وتقديمهم للقضاء. فلنشاهد. الشرفاء أخوت الثلاثاء لا تقصرون، وأيضا موضوع القضاء على هذا التهديد والاغتيالات باتجاه القوات الأمنية مسؤوليتها خلي تفعل دورها. جزاكم الله خير الجزاء. يلا يا شعب، يلا يا شعب، انت مو شغب. يلا يا شعب، انت مو شغب. الساحة نهد، نهد اليوم مساندة أهالي الناصرية متظاهرين السلميين اللي طالعين من أجل الحقوق، المطالب بكافة الحقوق ضد التصرفات العشوائية ومن الأفراد
كل التصرفات الفردية هاي محسوبة للأحزاب وليست المتظاهرين. المتظاهرين صار سنة وكسر المتظاهرين وباقين بساحة التظاهر من أجل الوطن ومن أجل البلد، ما طالعين من أجل مصالح خاصة. هذول اللي موجودين كل الساحات التظاهر اللي يخلقون فتنة هذول مو متظاهرين. الآن مع فقرة الهاشتاج، تفاعل مغردون وناشطون مع وسم شنو الثورة الذي يبين مدى تأثير ثورة تشرين في نفوس العراقيين وماذا غيرت بهم وكيف أصبح العراقيون ينظرون للطبقة السياسية الحاكمة في العراق بعد 17 عاما من حكمهم. دعونا نشاهد مشاهدينا الكرام ونقرأ لحضراتكم جزءا من هذه التغريدات التي وردت عبر تويتر. فرح الشمري تقول: أصبحنا نعرف الوطني من اللاوطني، وعرفنا من يحب وطنه ويحب أبناء شعبه وكل شيء قد كشف، وعرفنا من يتبع فلان معمم وفلان سياسي ودولة كذا ومتمسك بهم ويبيع وطنه وإخوته لأجلهم. في تغريدة من رسول الركابي يقول: شنو الثورة؟ الثورة شاب عراقي يحلم يعيش بكرامة وأمان، يحلم من يتخرج يلقي فرصة عمل حتى يقدر يعين عائلته. الثورة بنية عراقية تريد تشوف بلدها بخير وتعيش بأمان من التعنيف والاضطهاد وتريد تشارك ببناء بلدها. الثورة طفل يريد يدرس بمدارس نظيفة. الثورة رجل مسن يريد يعيش بتأمين لباقي حياته. تغريدة من سجا تقول: الثورة كابوس الأحزاب والسراق، حلم مخيف بالنسبة لهم ونهاية لطغيانهم. وفي آخر التغريدات من سجا تقول: من أحد منجزات الثورة هو قتل الخوف من العصابات الإجرامية الساندة للنظام الفاسد والميليشيات. كانت هذه جزءا من التغريدات التي وردت حول هذا الوسم. ينشط العراقيون كثيرا على تويتر وعلى مواقع التواصل الاجتماعي لإيصال صوتهم، كما ينشطون على أرض الواقع في ساحات التظاهر المختلفة في المحافظات العراقية. نراكم بعد قليل. الآن مع فقرة القصص المنوعة، نبدأ من أول المقاطع. لدينا برصاصة متطورة لا تترك أثرا خارجيا لكنها تحدث دمارا هائلا داخل جسم الإنسان. الطفل علي شهيد جديد في فلسطين. دعونا نشاهد. صح علي 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 معي واحد يجي مجمع فلسطيني الطبي الآن إعلان استشهاد الطفل علي أيمن أبو عليا وجماهير المغير الآن تعبر عن حزنها لاستشهاد الطفل الذي أصيب ظهر اليوم في مواجهات المغير. مواطنين بلدة دجن وأهالي بلدة دجن يتحدون الاحتلال بكل قوة، كل قوة يتحدون المستوطنين المدججين بالسلاح ولزراعة أراضيهم والاحتلال. صح علي 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 واحد يجي Thank you.
ننتقل إلى موضوع آخر مختلف. تقنية وصفها البعض بالمعجزة قد تعيد البصر إلى المكفوفين في سابقة من نوعها. دعونا نشاهد. بهذا مشاهدينا الكرام وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم. أشكركم شكرا جزيلا لطيب المتابعة وإلى اللقاء.